السلام عليكم، حياكم الله يا شباب، كيف حالكم؟ طيبين؟ عسى اموركم طيبه ان شاء الله. مقطع جديد يا شباب من لعبه جراند الحياه الواقعيه على طلبكم، يعني الحاكم المتواضع. الله يسعدكم يا شباب على الدعم الاسطوري اللي قاعدين تقدمونه في كل مقاطع، شكرا جزيلا. عاد يا شباب، مقطع اليوم نبغى نفجر لايكات واشتراكات بعد، بحكم ان قربنا على 400 الف مشترك. اللي ما اشترك يشترك بسرعه الحين. تابعوني على السناب شات، ضروري تابعوني في السناب شات شباب، ها كلكم تعالوا في السناب شات. على العموم يا شباب، قبل ما ابدا هذا المقطع ورونا اذا تقدرون تصلون هذا المقطع 50,000 لايك ومشاهده ممتعه. نقول بسم الله على بركه الله ونروح القصر الحكم. ابروح باستكشف واشوف العساكر وش وضعهم، هل هم ماسكين القصر زي الناس ولا يلفلفون يمين ويسار الحين نشوف. الحين لو انزل من هنا اموت عيال. تجربه خير برهان. طبعا يا شباب، هذه السياره لقيتها في لفه ما سرقتها، اخذتها. بروح الحين ها وبشوف وش وضع العساكر. عسس اني كنت طالع في اجازه، بشوف هل هم صدق يعني يشتغلون وقت اللي اكون فيه مو موجود. شاشه النافيجيشن والله ما هي كويسه. خبطت الماكينه. انقلع السياره المعفنه. اشهدوا يا رجال ولا عسكري موجود. اشهدوا يا رجال، اشهدوا ولا عسكري موقف عند القصر، الله يقلعهم وينهم. ها اذا غاب الفار يهج القط. هو كذا المثل الشباب ولا غاب. العب يا فار، ها العب يا فار، ها العب. الله لا تكع. الله رجلي. اذا غاب القط العب يا فار، ها كلم الفيران يجون الحين. كلم الفيران ولا والله العظيم. السلام عليكم يا طويل العمر. كم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا طويل العمر؟ بشرنا عنك. والله بخير، انت كيف حالك؟ دوم يا رب بخير الحمد لله. الشباب والله يا طويل العمر موجودين الشباب. ابشر بعلمك عنهم الحين. ايه علمني يا طويل العمر. زي ما انت شايف ما في الا انا الحالي. بعد ما رحت انت صار اشياء واجد لا تعد ولا تحصى. اول شيء يا طويل العمر ميزانيه الدوله طاحت. الطاوله قاعد ترى طاولتي اشوفك تخلد. ايوه الدوله يا طويل العمر يعني من الخوف يعني ماني بعرف ايش اسوي. انت خايف يا طول عمر؟ اي نعم. صوتك كذا احس مرتبك ليه؟ اكيد يا طول عمر، انت لو تدري وش صاير. عشان قدامك حاكم متواضع عسى القمر زيي صح؟ اكيد. اسكت ولا كلمه ولا كلمه. شكرا ابد 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 من الدربي. اضرب كف ما تقول شيء. طيب كف مع عادي ها؟ ابد خذ راحتك. بس لا تزود، قصدي يعني خذ راحتك. شوف يا طول عمر، ابى اتكلم معك وبعطيك خلاصه الموضوع. يلا. الدولة لا فيها فلوس، الوزراء سافروا، العساكر طلعوا من المدينة وما بقيت إلا أنا، حتى مسؤول حرس الملكي ما أدري وينه، ما يعني في إلا أنا الحالي. يعني الوضع ذا الحين تسيب. الوضع تسيب يعني في المدينة. مرة الوضع تسيب. ومن المسؤول على العساكر؟ المسؤول على العساكر الوزراء، الوزراء ما في ولا واحد هنا، أبشرك، ما في ولا شخص، والحين لو تطلع يا طويل العمر تلقى اللي يمسك الثاني ويذبحه وصاير. صاير كل شيء منتي في مجزرة. المدينة ها؟ صاير مجزرة. هذا عشان غبت يومين بس. وأزيدك من الشعر بيت يا طويل العمر، فوق كل هذا الكهرباء احتمال تطفى وما بقى عندنا إلا ممكن شوي ممكن وخلاص تودع المدينة بكبرها. حول قتل بالله. اي والله الكهرباء يا طويل العمر، الكهرباء ممكن تودع، ما في كهرباء. تبي تصفقني بعد؟ أبد، خذ راحتك. تسمع إذا تسمح لي يعني. خلاص اصفقني. هي بقى فيها تسمح لي. الله يسعد. بطلع اللي في قلبي. ايوه طيب ما عليه. المشكله انا جاي طفت الكهرباء. طفت وين راح ولد؟ قلنا الكهرباء تطفى بس الناس ما يختفون. هذه والله جديده. الصوت هذا مو غريب يا عيال. السلام عليكم. تدري ايش اللي صار على المدينة؟ طبعا انا جايك مرسول من مجهول مخفي. دقيقة الله يسعدك. دقيقة انا الحين خلصت الالغاز كله. الله يرحم لي والدينك، انا خلصت كله ومسكت الحكم في هذه المدينة. ما تجيني بعدين تقول والله انا جيتك من خلاص بعد فيها جاية. انت اللي راح. اسمع الكلام الثاني، اسمع الكلام اللي بقوله الحين لك وتعرف ليش انا جيت. انا ما اعرف لا مجهول وخفي ولا ابن امه. وقت ما اطلع عن طوري اسمع، انت اسمع، اللي راح خلاص سوينا كل شيء للغاز وصرنا الحين حاكم. لا تجي وتقول لي والله تسوي اللغز ولا تطلع من الحكم. الظلم ظلمات لو دارت الايام، حاكم زمان والحين خدام، سيد القوم خادمهم ما من ملام، العساكر ما يلام وانت الملام.
عشت وعاشت أيامك يا قائدنا الهمام. سمعت الكلام ولا ما سمعت الكلام؟ والله إني إذا تعيدوا يعني شباب الله يرحم والديكم ركزوا. ظلم ظلمات لو دارت الأيام، حاكم زمان والحين خدام، يعقوب سيد القوم خادمهم ما من ملام، العساكر ما يلاموا أنت. عشت وعاشت أيامك يا قائدنا الهمام. سمعت الكلام؟ إيه سمعت. وش يعني إيش هذا؟ أنت تورطت في الميزانية وأشياء واجد في هذه المدينة، لكن راح أرشدك عند الحكيم، شخص حكيم وتاجر. شخص حكيم؟ ها؟ وتاجر في نفس ال... نعم. ترشدني له؟ أيوة. وأنت تروح هناك تتكلم معه يا طويل العمر، أنت والحارس حقك لما نرحل أنا بيرجع مكانه. الحين إذا أنت رحت الحارس بيجيني؟ أيوة بيجيك، لكن لا تعلموا عن موضوعي، لا تتعلم، لا تتكلم عن موضوعي ولا شيء. تمام. خلاص انا ما اقول له ان انت جيتني. لا لا تقول له اني جيتك، والله يعينك على اللي بيجيك قدام. ولد لا تقول توترني. السلام عليكم. احنا الحين بسالكم سؤال، احنا ما خلصنا الغاز، يبون يخربون علي الحكم. الله يقلعهم، يبون يطلعوني من الحكم كذا يا شباب زي الشعر من العجين، لكن يبطون عظم. السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد العمر. قرب شيء. كف؟ ها ايه واحد. ابشر ابشر ابشر. مرة ثانية الله يقلعك، لا تقعد تسوي كذا حركات. والله يا طويل العمر ما ادري وش صار. جاني واحد يقول انسحبت ما ادري وين رحت، احس اني في حلم، ما ادري يا طويل العمر ما ادري وش صاير. كانك في حلم. علمني علمني وش. احس كاني في حلم. وش شفت ما ادري. ما اتذكر شيء يا طويل العمر، ما ادري ما ادري ما ادري. انسحبت فجأة اطيح، فجأة جيت هنا ما ادري شلون. فيا طول عمر يا اخي ما ادري ما ادري وش صار لك انت. لا ما صار شيء، بس واحد جاني تمام ولا شيء. لا لا بس انت كيف حالك؟ طيب كويس امورك طيبه ان شاء الله. عساكر هذول. تعرف التاجر اللي ما ادري ايش شو اسمه؟ شو اسمه يعني؟ والله يا طول عمر في واحد اسمه التاجر الايش؟ التاجر التاجر اللي مع فلوس في المدينه. اي تاجر، تعرف مكانه؟ معروف. وينه؟ معروف. اركب يلا يلا. ها تاجر الحكيم، تاجر الحكيم. طيب دقيقه بحدد لك الحين يا طويل العمر في الجي بي اس وحرك المكان. يا طويل العمر اطلع سيدا، جاك الموقع صح؟ انت شبك انت عندك مصيبه صح؟ عندك مصيبه يا طويل العمر. ما شك لكن احس احساسي دائم في محله. لا والله ما توقعتها منك يا طويل العمر. انا يا طويل العمر سحبت على كل الوزراء والمسؤولين وجيت عشانك عشان انقذك. اخرتها تقلب علي تقولها كذا كانك قلت اي شيء. انت قاعد تعتبرني انت وجهك قاعد تسرع علي. لا 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 مسويت اشغل انت وجهك. لا 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 يا طويل العمر مزح مزح يا طويل العمر، يعني من باب الميانه وكذا مسويت. لا لا مره ابشر انزح عشان ما تقول والله ذا شايف نفسه. وين كنت انت قبل ما وش رتبك؟ انا ما وسم اين كنت في 23 اكتوبر؟ وين 23 اكتوبر؟ ايه 23 اكتوبر يا طويل العمر، هذه انت تتكلم من تقريبا قبل فوق 30 يوم او 25 يوم. ما انا قاعد اتكلم عن المستقبل. شفت انك مو مركز. ها طيب انت تتكلم عن السنه عسكري. اكتوبر احنا الحين في 10. لا حول ولا قوه. اخر اخر عنهم. اوه عقبي يا ولد. لا 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 انت صار فرقك. خاف على حياه العسكري حقك. ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك نزل صلاحك ارفع يدك. ليه؟ ها؟ ايش عندك انت هنا؟ ارفع يدك ارفع يدك. لا ترفع صوتك. لا انفض السلاح براسك. عادي اكلم فيك انت راسي. انت برضه تبيني اذبح العسكري صح؟ كلمه راسي بس تقرب مني. خاف على حياه عسكريك وارفع يدك. خطوه واحده واذبحه. وش مطالبكم الله يسعدكم؟ يمكن نقدر نساعدكم. خطوه واحده منك انت. لا ما بسطي يا اخي بس انت لا انت الفرد هذا والله لانفض راسك. يدخل من اقول لك هدد لا اقلب عليك. لا اسمع لك صوت. لا ترفع صوت. تكلم مع الحاكم. لا اسمع لك. ودك تجي مع العسكري. الحاكم اللي ما معه فلوس. ودك تجي مع ما سدد الكهرب. انت بسلم هذا حاكم يحاكم ما سدد الكهرب. تم امرك انت يوم تشيل السلاح بيدك بالحين. انت بالها تطلق بالغلط. تطلق بالزر. شكل البيت بدك. يا طويل العمر بتناقش معك. ولا ايش رايك يا حضرة الحاكم تجي انت معاه؟ تجي بداله انت. اسمع تعقب وتخسي. تعقب وتخسي. تعقب. نعم نعم نعم. تعقب وتخسي اللي سمعته. اي تبطيء عظم عشان لا ادق خشمك هنا. ابى اشوف الملفات. لا لا اسمع اسمع اسمع.
يمزح 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 العسكري. خلي شيء. ها البيت 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 دق البيت دق دقيقة دقيقة. ها أفا البيت سوي صاطي. ها طيب سلام عليكم. هذا من؟ أنا البيت يا البيت البيت. ذبحوه؟ لا لا ما ذبحناه، هذا واحد مغمى عليه. البيت البيت يدق البيت يدق. لبيت هلا يمه. ذبحوه؟ يلا جايين جايين جايين. إذا بس يلا انزل. انت نفر لازم موت. ايوه تعال. ايش عندك انت؟ انا مسوي ساطح بنص واخر شيء ايس كريم. وخلص كم سكم؟ انا اسف انا اسف. اسف فلا في جيبك الله يسعدك يا طريق الجوكر. لا تقول اسف ما عندك فلينة. لا 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 انت مفصخ ما عندك فلوس تشتري. انا اسف انا اسف انا اسف. وش فيك كذا كانك خايف؟ ما عودها ما عودها خلاص. دامك من دامك وينه؟ وقف 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 ارفع يدك ارفع يدك. ما نعودها ما نعودها. ارفع يدك بحول عليك منع. لا 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 بحول عليك منع. قلع عناك الله يقلع. هذا لوكيسن التاجر. ايش دار مكان التاجر الحكيم؟ عصابه هذول يا طويل العمر. لا ما عصابه هذول عصابه. السلام عليكم. حنطين الظاهر. يا هلا تفضل. الشيخ سالم ينتظركم بالمجلس. الشيخ ايش؟ الشيخ سالم يحتريكم بالمجلس. تلفد وراه ما نحب الحكيم حقكم. لا 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 يا طويل العمر فكه فكه فكه. الشيخ لا تنكبنا. لا لا وين الشيخ الحين بيجي في المجلس؟ في المجلس ولا الحين بيجي؟ لأن ترى فيه فرق. فوق فوق. الحين بيجي. فوق ولا تحت؟ هو بيجي ولا مو بجاي؟ ها؟ بيجي بيجي. لف دوره ما عندنا. لف دوره ما هو عندنا. هذا. يعطيك العافية شكرا أنك دليتنا. أهلا ويا مرحبا. هذا الساعة مبارك. الله يحييك الحكيم. الشيخ الحكيم. كيف سالم. تفضل يا مرحبا. كيف حالك؟ خير يا ما خير. حياك الله. خشمك خشمك. خشمك الله. خشمك يا مرحبا. يمزح معك ما امزح انا جاد دائما. اسمع يا مرحبا. اسمع الحكيم تفضل. في ناس وصوني عليك. تفضل يا مرحبتين. قالوا لي انك ان شاء الله انك بتفيدني. ان شاء الله اني بفيدك. خلنا نشغل الكهرب في هذه المدينه. يقول حلو الحكيم. انت حكيم وش السالفه؟ اي انا حكيمي. تفضل يا مرحبا. اي انت تفضل. ها انت من الخفي ولا من وين؟ تعرف الخفي الله يقلع. ها قرشنا الله قرش. اي انا من الخفي. اسمع انت بفلوس ولا ايش انت تبي؟ عقب انا اخره تمي اطلب منك فلوس. ها شنو تبي؟ ميزانيتك. انت تعرف وانا اعرف وكلنا نعرف. حلو انت بس انا اللي عارف ان ميزانيتك طايحه. شوي طول عمر شوي ميزانية طولة. كيف اسوي الحين؟ انا شوف انا عندي فلوس الدنيا والدين. ما شاء الله عندك فلوس كثير. ها اي عندي فلوس كثيره. وكيف طيب الحين؟ بس عندي انا اثنين اخوان يا اخوك. كيف عندك اثنين اخوان؟ عندي اثنين، واحد كريم وواحد فاسد. فلوسي واقفة عنده. فلوسك واقفة عند مين؟ عند اخويا البخيل. عند البخيل الله يقلع. طيب الحين وين اخوك البخيل عشان نروح نسولف معه وناخذ ونعطي ونتبادل الاحاديث من هذا الكلام يعني؟ اسمع انا بعطيك حكمة ان شاء الله انها بتفيدك. تعطيني حكمة؟ اي ان شاء الله انها بتفيدك. يقول لك اخوان ومن بطن واحد. واحد طلع واحد سمح وواحد ذرب. حلو؟ الأول سمح وذر والثاني وجه. الأول سمح والثاني ذرح. لا الأول سمح وذرب. وذرب اي. والثاني والثاني وجه درو. والأول وجه كريم وجه درو درو درو. حلو الأول كريم وعزيز والثاني بخيل وافهمه. قل له من وجه نظرك ومن الخاين ومن الكفو. وجه نظرك اي من الخاين ومن الكفو. اللي يقول إيه؟ اللي يقول لك لك الخاين. شباب الحين اكتبوا عندكم سجلوا لاني بنسى. اللي يقول لك الخاين اخوي انه هو هذا هو المطلوب. حلو وافعلوا وافعلوا فهمت الحكمه. اللي يقول لك الخاين اخوي اعرف ان هذا هو المطلوب. اللي يقول لك الخاين اخوي اعرف ان هذا المطلوب. اي هذا هو المطلوب. انت الله يقلعك تقول ان اخوك خاين. ها انت اللي قلتها بعظمة يا ولد. شيك يا ولد انا برسل الموقع لاحد من الحراس. انت ما قلت انك انت الخاين اخوك الخاين. انت قلت اللي يقول ان اخوي خاين فانه هو الخاين. انت قلت كذا فان انت هو انت. يا ولد لا تتور يا ولد لا تتور لا تقتلني. اركض يا ولد. قل لا الله ترى الشيطان ما مات بيننا. ها يا انا عندي الفلوس يا ولد بس انت شوف منهم من هو الذرب. لا تقتله لا تقتله يا طويل. لا بس الذرب وين الذرب هذا اللي تقول انه ذرب ما ذرب. وش انا برسل لهم الموقع وانا اخوك. انا برسل لهم الموقع بس قل لا الله حق دزلي حق الحرس. ارسل لهم الموقع باذن الله. خلاص وصلك الموقع يا حرس. اي نعم بس وصل لك عدل. جين وصل 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 الله. اسمع خلنا نطلع فيلم فيهم الحين افجر فيهم الجرينيد. ها تفجر انا قايل خبيث انت. ايش يعني حبيب حبيب انت. قرب قرب كف تفضل.
قولي الادب ما تستحي وجهك. ما عندك اخوان ومنا بتقعد تقول لي زي كذا، ايش الكلام هذا؟ خلنا نخلص مهمتي. اقسم اول واحد في جرجد الحارس مشينا جاك اللوكيشن. بسالك سؤال، انت ركزت معي في كل كلمه قالها ولا ابد ابد؟ دجاج تنصقع ما فهمت ولا شيء. مثل ما قلت دجاج تنصقع ها، ولا انا فهمت ولا كلمه. خلنا نرجع نسال من جديد. الاول سمح وذرب، الثاني بخيل وكرا، اللي ثاني يقول اللي يقول لك اللي يقول اخوي خاين هذا المطلوب. هذا اللي انا فهمته. كويس، بس وصلنا وصلنا. طيب خل نروح على الموقع ونشوف. وش هذا اللي يطلق؟ شوف اللي يطلق يا انزل انزل. الله عليك. السلام عليكم، انا الخاين. السلام عليكم، انا الخاين. السلام. مو كذا؟ ما هو كذا. طيب كيف حالكم؟ طيبين؟ ها الحمد لله بخير. اخباركم؟ مش مسوين؟ الله يسعدكم. انا والله جاي توصيه من الشيخ سالم الحكيم. اي قال لي روح زر ذولا ناس كفو شرواك وما ادري ايش. قلت له ابشر ان شاء الله بنوجههم ان شاء الله. والله يسعدكم وقولوا تم. والله ما تردونا. تم عشاكم بكره عندنا. الله يسعدكم. على طاري العشاء هذا اطلبه يا حضره. على طول تم. قول له والله مشغولين على طول كذا. هذا اطلبه بدي 60,000 من 9 شهور ولا رجعها لي. هذا ابو صلعه. هذا ابو صلعه ما اخذ منك 60,000 وما رجعها. انا ما اخذ منك 60,000. ايه انا اقول خلنا ندخل على الامطار لانها مزعجه. خلنا ندخل شوي كذا نتخبى على الامطار ونسولف وناخذ ونعطي. الا بسالك ما عرفتني باسم كريم؟ واصل قحطان. والله نعم يا واصل. اسالك سؤال. واصل ها؟ واو الف سين ميم. واسم. والله منعم يا واسم. معاك الحاكم المتواضع. ونعم من الحين ونعم. الله ينعم بحالك ان شاء الله. انا هو الخاين. اخوي الخاين. هو من؟ لا اخوي الخاين و يرفع يده. هذا كلام غير صحيح. اللي قاعد يقول الكلام هذا يرفع يده. اخوي انا اخوي الخاين. انت اخوك؟ ماني بخاين. هذا كلام غير صحيح. وين اخوك الله يقلعه؟ والله ما ادري. ضايع له 6 شهور. احنا نسالكم يا رجال، عندنا شغل ها؟ وعلى موعدنا ان شاء الله. نزل سلاحك انت وياه. نزل سلاحك. يعني تبيني انفضك الحين؟ نزل سلاحك. احنا اسفين ها. ايه اسفين ان شاء الله ما بنعيدها. قول ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يلا نساعدكم. بلع ذا. اسمع خليك هنا ها. دقيقه بجيك بس عندي شغل. بروح تولد. ان شاء الله. نزل سلاحك ها؟ ما شاء الله قوي ما شاء الله. ايوه طلق. انا استاذنك يا تعال ولد. ليش خال تعرف؟ هذا الخاين ها؟ طير راسه. العيال يبغون. انا طير راسه. هي تقول لي اقتله يا طول عمر. تكفى يا ابن الحلال. دقيقة. اقتله يا طول عمر ولا عليك من الحارس. الحين بسألك وش السالفة الحين يا الخاين؟ انت ايش سويت؟ والله ما ادري. انا ماني بخاين. انا حالي حال لا نفسي. لا مو انت الخاين ولا انا الخاين. اذا انت الخاين انا ما ادخل. انا غبي. انت ميشن كومبليتد. مشين الحين وش المهمه اللي بعدها؟ ما ادري الخاين اللي عند هذا ولا حيل موت رشوه. هو يقول اذبح الخاين كذا. خلصنا الحين المهمه يا طول عمر. نرجع عند الحكيم ولا نقول له انا خلصنا؟ نرجع له. خلاص خلصنا كومبليت. كومبليت يا اخي. قول امين. نعم. قول امين. امين. الله يقلع مجهول بن مخفي. من هذا؟ لا هو هذا. رد سالفه. انت قتلت 1000 شخص جت على هذا. افا ايش سالفه؟ تفضل قف ابشر. قال لي الادب. لا انا اقصد انت قتلت اللي يعني المفسدين. اركب يا فقاعه الصبر. هذا الموت رح ندخله قصر الحاكم هنا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضل. ذبحته ولا؟ ايه يا رجال مسكته. اوريك ايش سويت فيه. ذبحته انت الحين ها؟ ذبحت الفاسد. ايه يا رجال اعرفك ايش سويت فيه. ايش سويت فيه؟ والله زي كذا مسكته زي كذا عرفت؟ قلت له لا هذا ما شفته. طبق ما عليك منه. قلت له لا 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 قام يجحد. يقول انا مالي دخل. وانا قلت له انا الخاين. مالي دخل. وذبحته. لا يا ولد. عشان تكون في الصورة. والله النكبة. الزبدة المهمة خلصت على خير. خلاص ذبحت الحين ها؟ بس بإذن الله خلال 3 ساعات راح تنزل لك ميزانية دولتك كاملة $1,000,000. مليون. مليار دولار. مليار.
مليار دولار. يا الله لك الحمد، الخير جاني يا بإذن الله. ثلاث ساعات مليار دولار. بس سؤال ولا عليك أمر، يعني من وين تجيب الفلوس؟ تفضل. لون من وين تجيب الفلوس؟ عندي فلوس. عندك فلوس كل... بس من وين تجيبها؟ شلون من وين اجيبها؟ معايا فلوس كلها. غسيل اموال صح؟ لا ما هي غسيل اموال، لا ما هي غسيل اموال، هذه اموال خفا، اموال اصليه. يا حضره الحارس كم حطه في البلاك ليست؟ ها اذا خلصت من المهمات دين يلا. ها كم يبغى لك عشان تجي؟ ثلاث ساعات. ثلاث ساعات باذن الله تنزل لك بحسابك ميزانيه دولتك كامله مليار دولار. الله يسعدك. خلاص كذا انتهينا صح؟ ما في شيء باذن الله. انتهينا حياك، توكل على الله وان شاء الله ثلاث ساعات نازلت لك. ما عجبتني هذه، توكل. ها شلون ما عجبتك؟ ما عجبتني. اقطع لا يا ولد، قل لها الله يا ولد، يا تقول لها الله يا ولد. تعلمت منك يا طويل. حول الفلوس لا يقوم بوكس هنا. يلا ثلاث ساعات. الله يسعدك. الله عجبتني يا طويل العمر، اول مره تعجبني زي كذا، اول مره اشوفك كفو. اقول انت كفو و... حول حول حول. تبي تعطيني كف؟ بنوع الله يقلعك. اركب اركب بسرعه. قول الحين عندنا مشكله ثانيه. مش مشكله. طيب المشكله الثانيه يا طويل العمر اللي هو الحين حلينا مشكله الفلوس وما فلوس. يلا ذبحنا الخاين الله يقلعه. باقي بس الحين باقي مشكله مش... الكهرباء. الكهرباء اهم شيء. نحن بس الفلوس اللي بنجيبها دي ما بنسدد فيها الفاتوره. لا يا طويل العمر، المورد هم سرقوا عصابه وصارت سالفه. انا ما قلت لك؟ قلت لك الكهرباء انسرقت و ولازم نجيب هذه شاحنة. لازم نجيب شاحنة. الشاحنة هي اللي تورد الكهرباء وكل شيء. تعرف أنت شخص يجيب لنا موقع شاحنة ولا شيء؟ بما أنك أنت يعني معروف علاقاتك وكذا في الناس. إيه رح 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 رح. وهنا نروح. وهنا نروح. جربيك رح. رح. ليه دقيقة دقيقة. حرك يلا عسكري. طيب طيب أبشر أبشر بحرك. بس أسألك عن شيء. في شيء انا الى الان يعني صدق محيرني. الشخص اللي يتكلم عنه مجهول، ما مجهول مالك دخل يعني... في شيء ما اي شيء ما يخصك لا تسأل فيه الحاجه. حول وادعس ورا الشجره ذيك. يلا يلا امتد وادعس. يا بن مخفي يا بن مخفي مجهول بن مخفي. اسمعني اذا تسمعني تعال، انا ما عندي احد. وصل. هلا هلاوات. الظاهر اني عرفت ايش تبغى. بالله اذا انت شاطر قول لي عشان اشوف انت ذكي ولا غبي. تبي موقع الشاحنه؟ ها قل لي شكلك ايش دبرك. طيب انا بعطيك تلميحه وانت بذكاك تعرف موقع الشاحنه. شوف الله يسعدك، لا تقول لي تلميحه ولا شيء، عطني اياها كذا كاش، عطني اياها من الاخر. قل لي ترى السالفه كيتو كيتو كيتو، لان ترى اتعب وانا اقعد افكر في التلميحات. انت اللي وصلت المدينه لهذا الشيء من الفساد. لا تقول لا ترمي اللوم، لا ترمي اللوم، لا ترمي اللوم، لا اقسم بالله كفك وجهك الحين. لا 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 تغلط عشان بعدين مشهور بالمخفي ما يعطيك علوم ثانيه ترى. وعنده وله كلام ترى في الاخير لما تخلص مهمتك يقول لك كلام مهم لازم تعرفه. كويس انا الحين انا بعطيك التلميحه واتمنى انك تحل المشكلة هذه وترجع الطاقة للمدينة. تمام؟ اظهر وبان عليك الامان. كلمة السر لا تنساها مهما كان. مطار الثالثة صدقني هذا المكان. اذبحهم او اسرهم ما تفرق يا امان. سمعتني ولا تبيني اعيدها كمان؟ عيدها كمان وعيد ابوها. اظهر وبان عليك الامان. اظهر بان علي الامان. كلمة السر لا تنساها مهما كان. مطار الثالثة صدقني هذا المكان. اذبحهم او اسرهم ما تفرق يا امان. سمعتني ولا تبيني اعيدها كمان؟ لا تعيدها خلاص. بس عادي اسالك سؤال. الله يقلعك اصبر خلنا بسال يا اخي. اذبح اللي في المدينه في المطار مدينه ثالثه صح؟ اذبح اللي في المطار مدينه ثالثه. بس بس السلام عليكم. عليكم السلام. الله يهديك يا طويل العمر. طولت ها؟ ما انا صراحة خفت يعني ليل وامطار وبردان و... بردان بسم الله عليك. لو تدري كم صار لي في المطر كان تعرف وش معناه. شوف 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 الاعلان، الشعب يريد تشغيل الكهرباء، حرام عليك يا الحاكم، اطفالنا تعذبوا. انا قايل لك يا طويل العمر اطفالنا متعذبون على الطاقة ولا وش هذا؟ ما ادري عنهم. انتظرونا شوي لين ما نخلص المهمة هذه. الله يقلع بالمهمات. وين رايح يا طويل العمر؟ دخلك ابشر. نروح مكان ما نروح. سلم كبوت طار يمين 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 يمين. ما ادري خش هذا نفس الحلم يا طويل العمر. وقف في النص وخلنا ننزل.
رحبوا رحبوا يا شباب، رش السماء. منور منور، طال عمرك منور. الله ينور ايامك ان شاء الله. كيف حالك؟ كيف طيب؟ بشرنا عنك. خير الله يطول عمرك. الله كيف حالك؟ الله يطول عمرك. والله بخير، انت كيف حالك؟ وش مسوي؟ كيف دنياك؟ الحمد لله بخير. حنا كلنا ندري جاي عشان وش، الله يطول عمرك. واضح وش جاي عشانه. بس تعرف يا طول العمر السلامة، حنا مالنا في الذبح والمذبيح، تعرف يعني يمكن في الايام الجاية نساعدك، لكن انت واضح انك تبي الشاحنة. ايه سهلة. وهذه الشاحنة يا طول العمر السلامة هي الشاحنة الوحيدة اللي تقدر تولد لك مولود الاساسي حق الدولة. ليه مخبينا يا اخي؟ ليه ما جبت لي اياها؟ اعطيتني اياها، قلت يا حضرة الحاكم امسك. ايش دعوة طال عمرك؟ والله لو ادري انت كان جيتك لبيتك وحطيت. ايش دعوة والله دل... كان حطيتك. الله يطول عمرك. الله يسعدك. بس ما كنت ادري ان انت، الله يطول عمرك. فطال عمرك الشباب ها تعرف يعني بيضبطون امورهم، وتعرف يعني ها وهذا يبي يتزوج وهذا يبي يعيش حياته. طال عمرك ندري انك خذينا ميزانيه، خذيت ميزانيه من متواضع خويكم، عرفته؟ ايه. طال عمرك مليون مليونين الحمد لله. تفضل. اول شيء من قال لك اني انا المارد السحري؟ ها اول جمعيه خيريه لتوزيع الفلوس على المواطنين عشان يتزوجون، من قال لك؟ ها. انا مسكين، انا مسكين زيك، انا حاكم متواضع، ترى كل اللي بجيبي ما يدي حد. والله اي عطني التريلا خلنا نمشي. تمام بس شوي شوي ضل عمرك، بس بتكلم مع الشباب هنا. ها تكلم معهم. خذ راحتك خذ راحتك. تعال تعال انت يا ابو بدر رسمي. ايش بدري ذا الخايسه تقصى زي الناس. تعال شوف تزوج مسيار والله يعين. عاد وش نسوي؟ والله ما في فلوس يا اللي ما تستحي الحاكم قدامك، بدل ما تقول له تفضل هذه الشحنه هديه تقول تهاوم. طال عمرك بس انت هذا الزلايب يا زلمه. لا 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 يا حارس ازبل، يا حارس ازبل بلا تموت. قله ادب الحق يا طول عمر. لا ولا اركب مسيار. يلا يلا امشي. اي والله شوف حقه الطاقه اللي فوق هذه. هذه تشغل انوار المدينه على الطاقه الشمسيه، عرفت؟ ايه ايه الله يوفقهم ماخذينها. سرقوها الله. لا والله بس يا طويل العمر جبتها بدقة خشون. شفت كيف؟ اجيهم بطيء ما انا أطلع. انا عجبتني حركة اللفة السريعة كذا وطلعت السلاح. ترى توك ما شفت شيء اذا ما تدري يعني، هذا ولا شيء من مهاراتي. حدد اللوكيشن حق الكهرب عشان جاك الموقع. اخويهم اخويهم العصابة، العصابة جو، العصابة جو. اطق اطق. مالك مالك مالك. انت بتبتها. الله يقلعهم. ها سجلوا عندك، سجلوا عندك بالبلاك ليست عشان الحلقه الجايه انا خلص. انا ابشر ابشر. الحين بروح تمام وندق الطبان حق الكهرب، نخش لك المطور. ما عليك ابد نعرف لها هذه. بعدها بيجيني بعدها الحمد لله ان شاء الله المشكله تنحل والمواطنين ان شاء الله. ايش دخلك من يجيني؟ ايش دخلك يا اخي؟ لا تتلقف يا اخي، كم مره قلت لك؟ ما ادري ان ما ادري احس انك يعني انزل. تفضل خلاص امزح 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 يا طويل العمر. هركب تواضع مني قاعد احل مشاكل المدينه، مفروض اني انا قاعد ومخليك انت تروح تباشر الاشياء هذه، صح ولا لا؟ صحيح يا طويل العمر. ولا الوزراء؟ الوزراء بعدين ان شاء الله تفهم. المشكله الوزراء زبنوا، ما بقيت الا انا لحالي. زبنوا من مين؟ زبنوا في ليزر يا طويل العمر. ليزر وش؟ في هليكوبتر بعد. وين؟ وخر 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 على المكان. وين؟ وخر على المكان اللي قدامك يا طويل العمر. شوف الهليكوبتر. انا وخر. ديور ديور ديور. خلك دقيقه بطل خلك. ها طيب طيب ابشر. ابو روح اتفاهم معهم الوضع حبي، بقول لهم السالفه كيت خلنا نقفل الموضوع على خير عشان تعرف يعني. تروح تفاهم معهم. ابجي يا طول عمر. سلامات سلامات. ما شاء الله اصابه صافيه. ها والله يا بلد والله يا والله يا ابدا ميموت. ايه ما موت انا اقوى واحد. بعدين انتم ما داهمتم الا يوم جيت ذبحتهم يعني مسوينك نفسكم اقوياء يعني. ايش الكلام هذا يا طويل العمر؟ ولا كلمه يا طويل العمر. ابشرك انت وجادتك متاخر يا طويل العمر، فاعذرنا. اصبر في طياره في 16 في 16. لا خذوا كفر يا مليار. بس خلنا نسوي اشتراك. ها وصل وصل كهرب يا طويل العمر. ترجعت الفلوس عشان كذا العساكر جو. رجعت الرواتب. الرواتب اللي استلمناها يا طويل العمر حقت هذا الشوب. وصلت وصلت. ايه نظامكم كذا ها الشكوى لله. بعد ما جاء الراتب قاموا يداهمون. ها اي نعم يا طويل العمر، فعشان كذا اتمنى الراتب كل يوم يجينا. ولا كلمه اتمنى بكفاءة يا حارس. ابشر
يا طويل العمر شك تعطينا مكافآت بكرة. ايه مكافآت ان شاء الله في القصر، في القصر عندي. روح روح القصر، روح القصر. ايه خلنا نحرك القصر نشوف شوف على العساكر، تلقى الوزير موجود ولا تلقى العساكر موجودين؟ اتوقع الوزير شرد عشان الراتب ابن الذين ونعطيه اول بوقت. اكيد اكيد يا طويل العمر، تلقى تاخر عليه يوم على طول. شفت كيف التواضع الزايد يودي الواحد في داهية. خلك شوي شديد كيف يا طويل العمر، يعني لا تصير ما انت متواضع يعني. وصل فهمتك ابد فهمتك. وصل احساسي؟ وصل احساسي. الله يسلمك. اخر الكهرباء ما اشتغلت الحين ليه؟ لا يبي لها وقت عشان تشتغل. طب اسمع اسمع، روح 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 يا مجهول بن مخفي، الله يسعدك يعني تقدر تجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتوقع اني شفت الاوضاع كيف صارت، يعني خلصنا على كل شيء، كل شيء مش كومبليتد. انت ما قصرت يعطيك العافية، لكن انت ما قصرت. اول شيء خلي الكهرباء ترجع للمدينة. قاعدين نسوي اشتراك. طيب اسمع الكلام المهم من مجهول مخفي، هذه رسالة منه لك ولازم تفهمها زين او انك تسمعها زين. يلا يلا يلا. لانه كلام مهم. بالعادة امدحك واثني عليك وعلى صمودك، لكن اللي صار ما ينسكت عليه لولا جهودك. تركتك فترة ورجعت ارى ناسك واسودك، فردت فيهم مرة وشفت كيف انثنى عودك. اغلط بعد مرة وشف كيف اوريك حدودك. سمعت رسالة مجهول؟ وصل له سلامي، الله يقلعه. تمام ويعطيك العافية على انجازاتك وانك رجعت الميزانية ورجعت الكهرب، كل شيء انتهى والسلام عليكم. حبيبي انت الله يقلعك. اقلع هذا المجهول المخفي يا عيال. عيال عندي اخر محاولة، لو غلط الحكم السلام عليكم واطلع برا القصر. قبل كل شيء استدعاد الحين جميع العساكر اباهم في كلمة راس. يا حارس. هلا. الحمد لله يعني بحكم ان الامور ماشيه على بخير ان شاء الله يعني، وانا مبسوط. لازم ابسط العساكر، يسوي استدعاء جميع العساكر يصفوني هنا الحين. ابغى اكلمهم في كلمه راس. تفضل يا طويل العمر. والله ما قصرت يعني، ما ندري كيف نرد لك الجميل، ويعني ما قصرت. هذا العساكر، هذا العساكر، هذا العساكر. سم ابشر ابشر، خمس دقائق لهم محضرين. يلا بسرعه. ابشر ابشر. يلا يا اخي ابشر يا اخي، لا تطول بسرعه. ابشر ابشر. يلا والله العساكر صراحة رجوني وقفوا معي وقفة ما تنسي، ما شاء الله تبارك الرحمن. خليهم يخشون يا طويل العمر. اي خليهم يخشون الله يسعدهم. طيب صف عسكري يا جماعة. ما شاء الله تبارك الرحمن. مع زميلكم. صراحة يا رجال وقفتكم هذه ما تنسي، والله ما انا مشكلتي التعبير عندي صفر، ما اعرف اني اذا جيت اتكلم لساني الربط. تعالوا ابغاكم في كلمة راس، كلهم جيبهم كلهم. طيب تقدموا. كل العساكر كلهم قربوا. ايش فيكم يا فيكم مستحيين؟ ها؟ يا طويل العمر اذا تصفقهم واحد واحد ترى بتتعب. لا 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 طف النور. اطفي النور. اطفي النور. انا لازم اقول لكم اسمع، الله يسعدكم، والله ما ادري ايش اقول يعني غير ان انتم الله يسعدكم احلى ناس. الله يسعدكم، الله يسعدكم، الله يسعدك. I want big rocks on my wristwatch.